السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة أحمد علي. ناس كتير يا شباب سألتني عن التطبيق ده، وهل يا أحمد هو تطبيق صادق ولا تطبيق نصاب؟ التطبيق ده انتشر في الفترة الأخيرة. التطبيق كل اللي بتعمله إنك بتلعب اللعبة ديت وبيبدأ يظهر لك إعلانات، وبعدين بتجمع الكوين. فبعد ما تجمع الكوين بتضغط هنا على كلمة انسحاب عشان تسحب أي هدية من الهدايا ديت. طبعا الرقم اللي أنت شايفه قدامك عدد الكوينات اللي أنا جمعتها ديت، جمعتهم في حوالي ساعتين بس. فكون ان التطبيق يديك عدد النقاط دي ويقول لك اسحب 6000 شدة اللي هم حوالي باكتر من 150 دولار، فالتطبيق نصاب، لان التطبيق ما قدرش انه يكسب ال 150 دولار من شوية الاعلانات اللي هو ظهرهم لك. وانا طبعا بيقول لك في الجواهر هيديك 10000 جوهرة، فمستحيل يعني. فشوفوا شباب، التطبيق عامة ما حد سحب منه لحد دلوقتي ولسه ما اثبتش مصداقيته. فانا انصحكم انكم ما تشتغلوش على التطبيق، لان التطبيقات اللي زي ديت بتكون نصابه وبتضيع وقتكم وخلاص. فده كان ردي عن سؤال هل التطبيق صادق ولا نصاب. انصحكم ما تشتغلوش عليه، هو صراحه كلعبه اللعبه ممتعه، ولكن التطبيق بيسحب نت ياما وبيخليك تشاهد اعلانات اجباريه. فانصحكم يا شباب تبتعدوا عن التطبيقات اللي زي ديت خالص، لانها تطبيقات نصابه ومستحيل تدفع لكم. ولو طلع اي اثبات سحب عن التطبيق ده انا هجربه بنفسي، ولو طلع صادق انا هعتزل المجال بمعنى الكلمه يعني، تمام؟ لان انا خبرتي في المجال ده ان شويه الاعلانات اللي هو بيظهرهم عمرهم ما يجيبوا ال 150 دولار. هو صحيح التطبيق بيكسب كتير، لان في كذا واحد بيشاهد اعلانات مش انت لوحدك يعني، انت التطبيق ممكن يطلع من وراك بكتيره ب 15 دولار. فلحد كده يا شباب يكون انتهى فيديو النهارده. وبالنسبه لاصدق تطبيقات لشحن الالعاب هي تطبيقات العروض يا شباب. فلحد كده يكون انتهى فيديو النهارده، اشوفكم بقى في فيديو جديد على قناه احمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.